مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. احنا الان في فترة الاعياد في مكان اسمه تافي لين. تافي لين من احد الاماكن اللي مشهورة كتير في اوتاوا. هاي ادم معاي وححكي لكم ليش مشهورة، لانه كل اللي موجودين بهذا الشارع بلا استثناء قرروا يفرحوا مع الجميع ويزينوا بيوتهم بأجمل الأضواء. حمررلكم بسرعة شو مسويين أهل هذه. طلعوا ما أجمل هذه الشغلات. كل بيت، طلعوا هذا البيت، يعني قديش مكلفهم. كل بيت بلا استثناء، فيش بيت في هذا الشارع. من أحد شروط إنك تشتري في هذا الشارع إنك تشترك معهم بهذا العيد أو بهاي الفرحة. طبعا عندهم مسابقة بينهم بأبناء الحي هدول، بيعملوا زي طلع. Oh my god. Yeah. شوفوا هذا المكان. طبعا Oh my god، عامل ريندير. طلعوا ما أحلى هالمنظر، وإنهم حاملين سانتا. يعني واو. Bloodshot eye. Oh yeah. طبعا اللي قدامهم برضو مزينين بس مش كتير. هذا البيت سمعت انه عندهم مشكلة المريضين فمش قادرين. سألنا صاحب الفكرة، وصاحب الفكرة واحد من أبناء هذا الشارع، وهو اللي صار ينشر هاي الفكرة بين أهل الحي. طبعا كلهم حبوا هاي الفكرة وصارت هذا مكان للزوار يجوا for free، ينبسطوا مع أولادهم. زي ما انتم شايفين السيارات ورا بعض بتزور. Oh my god. طلع هون آدم، شوف شو وراك طلع. كتير حلو، شايفين البيوت غان. كل بيت بلا استثناء له خصوصيته، كل بيت مزين بطريقة تختلف عن الأخرى. طبعا في معظم الكنديين بهذا الفصل بزينوا، بس مش كل الشارع. يعني هذا الحلو فيه انه كل الشارع. طلع هذا قديش مزين، حلو كتير. Oh my god. طبعا في غاد واحد مش طبيعي. شوفوا هذا سماه. Look at this. يعني
الله هذا رجدي الالف. اوه هذا حاطط بيت جينجر جينجر بريد هاوس. هاي جينجر بريد. فود درايف، هاي شغلة حلوة انه اي واحد موجود هون ممكن يحط اكل عشان يساعدوا الفود بانك. يعني اللي شفناهم بيتين بدون انارة، واحد حكونا انه الزلمة والام مرضين كتير. شوفوا شوفوا يا الله very nice. يعني فرحة يا أخي فرحة، كل بفرح. طلع هذا الهاوس، طلع الله طيب هيك بكون خلصنا منظر جميل ورائع جدا. اذا حابين تنبسطوا هيك وتطلعوا اولادكم رحله مجانيه، اللهم بتيجوا بهالسياره زي ما شفتوا في سيارات كثير، جيبوهم وانبسطوا معهم. وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.